المصمم الأعظم حمل في صفحاته قراءة نقدية لكتاب التصميم العظيم للبروفيسور ستيفن هوكينج وزميله مالدينو، وهو كتاب تم بيع منه أكثر من 30 مليون نسخة حول العالم. عرض فيه الكاتبان رأيهما حول الألوهية وتمثلت في إنكار خالق الكون، وها هو أول رد على أطروحاتهما يأتي في هذا الكتاب الذي دشن وحمل عنوان المصمم الأعظم. بأهمية الكتاب المنتقد تكمن أهمية النقد. طرح عدة أطروحات فلسفية مهمة، ونحاول إن شاء الله تبيان مواطن الثغرات والخلل فيها. المواضيع التي يناقش الكتاب فلسفية. الكاتب الأصلي قال أن الفلسفة ماتت، ونحن هنا لنريه أن الفلسفة التي ماتت ليست هي الفلسفة التي نتكلم عنها. يأتي كتاب المصمم الأعظم من حيث البناء الاجتماعي والعميق من حيث الطرح المعرفي، ليضيف ديناميكية إلى حقل الفلسفة الإنسانية، وليؤكد أن الفلسفة حية ولا تزال مستطيعة أن تجاري المكتشف العلمي المتسارع، بل وتقوده على مستوى التساؤل الوجودي. إنها أصبحت بحق حلقة الوصل بين عقل الإنسان وقلبه، وبين قانون العلم وضمير الإنسان. الكتاب كما جاء في التقديم يعتبر إضافة حميدة للمكتبة العربية، ويؤكد بأنه الفلسفة بخير، وعصر المناظرات العميقة والجدلية لا زال قائم، والحاجة لا زالت قائمة. نجح الكاتبان بأسلوبهما السهل والمبسط في تحقيق هدف هذا الكتاب، وهو إزالة ما يمكن أن يرد من إشكاليات وشبهات جراء هذه الأطروحات، سيما بالنسبة للقراء غير المتمكنين من العلوم الطبيعية والفلسفة الإلهية ومصطلحاتها. وباعتماده منهج الفلسفة الإسلامية في الرد، المؤلف سعى للتأكيد على المداخل الصحيحة في معالجة قضية الخلق، والتي لا تسمح بالذهاب خلف نظرية التصميم العظيم، بل تضعنا مباشرة أمام حقيقة قاطعة وهي المصمم الأعظم. إنه كتاب يستحق القراءة. إذن المصمم الأعظم جاء بطابع فلسفي، لكنه من علم الكلام، ومضمونه هو قراءة نقدية تعزز إيمان المرء بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم بن سالم الهادي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، مسقط.